دشت بطلق على نفسي والله اني يا اخي حظي خايس. اعرف فكرة اللعبة بكل اختصار انك انت قاعد تتحدى الديلر هذا على مبلغ مالي، واذا خسرت راح تموت. اللعبة انه يكون قدامكم هذا الشوتجن وفي طلقات بالحظ، يا ان تكون طلقة حية او تكون طلقة ما فيها شيء، واللي يصمد للنهاية هو اللي راح يفوز. وبس والله خلونا نخش في الفيديو. واو افريد مكتوب. يلا يلا وين هذا؟ مكان واضح انه زي نادي كذا سري او شيء زي كذا. اوكي يقول لي وقع عشان انت مسؤول عن اي شيء ممكن يحصل لك. اوكي دام باي يا وقعت الحين خلاص نزلت الليفل الاول. اوكي اوكي يقول لي في طلقتين حيه وفي طلقه واحده قصدي في طلقتين ذا ما فيها وفي طلقة واحدة فيها، يعني احتمالية انه هذا فيه تكون نادرة يعني اكثر شيء غالبا ما فيها. القم شت يا رب ما فيها يا رب ما فيها. اح اطلق على نفس الكلب. شت طلع ما فيها. ام داي. يلا يلا اوكي اوكي دمجنا دمجنا الكلب. الديلر النصاب. طلقتين ما فيها وثلاث طلقات فيها. اوكي يعني احتمالية انه اوكي. يلا يلا انت انت اللي يبدا. اما يعطيني انا. اودي هو يبدا الصراحة. يا رب يا رب فيها يا رب. الحين باقي طلقة واحدة ما فيها وطلقتين وثلاث طلقات فيها. القطف غبي احس بكل مرة بتمشي معه. بسم الله وجهه يخوف يا اخي. الحين لو اطلقت على نفسي والطلقة ذي طلع ما ادري والله، اذا الطلقة ذي طلع فيها رصاص انا ودعت، واذا طلع ما فيها هو ودع خلاص. ابجرب اطلق على نفسي، هي فرصة واحدة. يلا شوف حظي. الديموغرافي صاحب يا عيال. شت قتلت نفسي. بحاول افكر بذكاء ذي المره ذي. اوكي نفس الشيء. اوكي طلقتين ما فيها طلقه فيها. تدرون لو امي داعيت لي وطلعت اول طلقه اطلقت عليها فيها بيكون حظي تغير. انا اعرف نفسي اذا اطلقت على نفسي الحين بروح فيها. خليني اطلق عليه بس. يلا يلا لا كمان يا رب. الحين بيطلق على نفسه نفس السيناريو نفس السيناريو عاد. ايوه بيطلق على نفسه وبعدين بيطلق علي. يلا يا اخي انا غبي ما اتعلم. نفس الفخ مرتين. اوكي طلقتين وثلاث طلقتين ما فيها وذون اللي فيهم. والله اني ناسي اول واحدة اطلقتها هل هو نفس الترتيب ولا يتغير ما اعرف. شت بطلق على نفسي والله اني يا اخي حظي خايس اعرف. يا اخي ما راح احاول اشغل مخي، كل مرة اشغل مخي فيها بطلق على نفسي. يس اوكي الحين في طلقة ثانية برضو فاضية اطلق على نفسي برضو نفس الشيء بجرب. يلا عاد ان شاء الله انه نفس الترتيب. اي والله نفس الترتيب. يلا يلا القم يلا يلا القم يا الديلر الحيوان. ولا مره اطلقت عليه ذي اول مره، حتى المره اللي هو انصاب فيها كان هو اطلق على نفسه. يلا يلا بس يلا عاد طلقتين فاضيه وثلاث طلقات حيه. اطلق عليه بطلق عليه ما عاد بطلق على نفسي خلاص. القم يا ديلر الصاب. ما عاد في ديموغرافي صاحب الذهن الصافي. اوكي الليفل الثاني الليفل الثاني. اذا انا خسرت 10 مرات في الليفل الاول والله بحاول شغل مخي. اوكي في ايتمز بتساعدني. يلا يلا عطني الايتمز. اوكي ما ادري اذا الايتم عشوائيه ولا هم يعني دائما تجيك نفس الايتمات. اوكي اعطوني. شت ذي خطيره ذي واحده حيه حرفيا 50% 50%. اوكي 50-50 الحديد يذوب والديم بوي ما يتوب. يلا بطلق على نفسي. يا رب فرصتي ذي. خلاص عاد ما عاد في طلقه. اطلق اطلق علي اطلق على نفسك ما في فائده. اي ما في شيء خلاص طلقه راحت على وجهي. الله مشروب والعياذ بالله. يعني ما بيعطيني سلاح يعني ولا ايش؟
اوكي كلبشني يا باشا كلبشني. 2-2 او برضو 50-50 برضو. بطلق على الديلر وخلي حظي ما يشتغل. اوكي حظي ما اشتغل. سلام ترى هذه تخليه يشوف الطلقه اللي جوا. اوكي يقول انترستينج كلبشني يعني خلاص يعني طلقه حيه بقتلني. اوكي واخذ ذا استمنة مدري لا مو استمنة ذيك تقريبا تقوي الدمج. ها وات حمار يعني هو شايفها شايف انها طلقه حيه وكمان ضارب نفسه. والله شكله اشفق علي شكله قال ذا هطف خلي يفوز. بيبي تستهبل انت ولا ايش؟ يو طبعا هذا السكين لما يقصها تضاعف الدمج مرتين يعني اكيد بيضربني. هو غبي مدري كيف ضرب نفسه هو شاف. والله شكله يطقطق علي. حسبي الله عليك يا ديلر حسبي الله عليك. اوكي باقي عندي هلثة واحدة. اسلام ايوه حالات من المشكلة ما عندي ابغى عدسة ما فايدة من ذي الاشياء اذا ما كنت اعرف الطلقة ايش. ثلاث طلقات حية وطلقتين. خلوني اهلث هذا هلث والعياذ بالله. يا يوبا نبي سجاير. سلام بالعافية 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 ولا مدري شو يقولون. ترى الديلر ابن الذين يعني لازم نستخدم. اوكي ما عنده اسلحة هو خليني اكلبش امه. ايوه لانه هو اذا استخدم شيء من اللي عنده خلاص بينهيني. خليني اقص اسمع المخاطرة خلاص دامي فيها. اوكي اضرب بكل قوتك يلا يا رب يا رب. يس الاقيم والله قوية. والله لو منك ما راح اسكت عن هقي. شوف عيونه كيف صارت. بسم الله ما يمديك. ايه ما يمديك. الحين في طلقة ما هي حية في ثلاث طلقات ولا لا الطلقة اللي طلقتها انا حية صح في طلقتين ذا. والله ما ادري ايش اسوي الموضوع مره يوتر. يلا بطلق على نفسي اصلا معي هيلث مدري معي مشروب مدري ايش اسوي مشروب نسيت. ايوه يا بوي يا اذ ايوه قصها يا عمي. سي هالو تو ماي ليتل فريند ايزي. اوف الموسيقى تغيرت الوضع صار سيريس. او شيت ليفل الهلاك. والله الرجال يعصب يقول لي يا ويلي ويلاه يا اسطى امزح معك شيك شيك زعلت ايش ذا؟ ايش ذا؟ وات؟ اوه انترستنج والله انترستنج. يلا خلينا نشوف يا رب حظي يكون حلو المشروب. والله المشروب ما ادري ايش يسوي نسيت هذا اللي يزود دمج. ايوه مشروب ثاني. ايوه العدسة هذه افضل سلاح عندي. اوكي يو هذه رغم انها شكلها بسيطة لكنها توتر. الحين في طلقتين شت اخاطر. خلونا نشوف عشان نضمن. ايوه الطلقة ما هي حية. اطرق على نفسي بس الحين اللي بعدها صار 50-50 الحين عندي. اوكي الحين 50-50 طيب يا الله كمان دو بطرق على نفسي. ديموغرافي صاحب الذهن الصافي خلاص. انظر الجانب المشرق اقل شيء الحين ما عنده طلقة. اي شيء يعتمد على الحظ ما راح اطلق على نفسي. اذا اتوقع اذا ما استخدمت اسلحة هذا 1-2-3-4 اوكي عنده 4 طلقات حية والبقية ما ادري كم عددهم اصلا كلهم كم. اوكي 8 يعني 4 حية و4 ذانة. خليني اشرب. سلام ايوه المشروب يخليك تطير طلقة من جوا السلاح بس الحين ما راح اقدر استخدمها بس كويس انها طلقة ميتة اصلا. كذا صاروا ثلاثة حية وثلاثة لا 4 حية وثلاثة ذونة ما فيها. اخاف اطيرها خلنا اشوف اضمن. اوكي ايزي. وش كلماتك الاخيرة يا ديلر؟
الحين صار في ثلاث طلقات ما فيها وثلاث طلقات فيها. اتوقع الخريطات عندي مضروبه. ايه ربطني يا رب. اوه طير اللي ما اللي فيها الحمد لله. الحين صار الثنتين اللي فيها. اوكي الحين صار في واحده فيها. شيء والله شكله شد حيله مره. اصل استخدم ام الاسلحه كلها. اوه لو الحين ذي اللي فيها بتكون هي اخر واحده فيها. ذا ما فيها. يا لطف. يا رب يطق على نفسه. يا رب يطق على نفسه. لطف يا رب ما فيها. اسلم والله اسلم. الحظ ابتسم في وجهي. قص دب الام الدمج. سي هلو القم. ما في شيء خلاص. الحين ما في طلقات اصلا صح؟ اذا كان حسبتي صحيح ما في طلقات. اوكي 3-2. يا رب. اخي اقول لكم الاشياء بطرق على نفسي اصلا معي هل لو ما فيها. اوه ما فيها. اوكي اوكي الحين راح اكشف اذا ذي برضو ما فيها. نايس ما فيها. اجل الثلاثة كلها عندي. الله لا لا القم اصلا. دبل. كلبش. القم. دبل كلبش لقم. ايه. ايام ريدي. شيك عصبت شيك زعل. ها ولد شوي. يلا بطلق عليه رغم اني ما دبلته. اسلم. ها شوي. Are you still alive؟ ها بسم الله. الله ايش فزنا. ايوه اسلم. الله وكذا تصنع ثروة. ديه الله شوف صارت حياتي حلوة. شريت سيارة جديدة وما عاد صرت ألعب الألعاب ذي اللي خاطر في حياتي. وبس والله كذا وصلنا نهاية الفيديو. إذا عجبتكم النوعية هذه من الفيديوهات أعطوني رأيكم ولا أقول لا تعطوني رأيكم أصلا بسويها. أمزح أمزح. See you.